امبارح وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحشد الطاقات الإبداعية في مجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال. وده كان خلال استقباله للكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل، وهي معانا دلوقتي على التليفون علشان نعرف منها تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع. صباح الخير على حضرتك، وعايزة أعرف منك تفاصيل لقاء سيادتك بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا بحضور وزيرة الثقافة. اهلا وسهلا، صباح النور. طبعا هو تشريف كبير انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كاتبه اطفال ويستقطع من وقته الثمين الزاخر بفعاليات ومسؤوليات جسيمه وقت عشان نتكلم عن ادب الطفل وعن مستقبل اطفال مصر. لقاء الحقيقه كان مفعم بامال عريضه ومشاريع ان شاء الله في المستقبل القريب هتوجه لصالح الاطفال وتنميه شخصيتهم، لانه كل المشاريع اللي بنشوفها على ارض الوطن والانجازات دي في النهايه الاطفال هم هيبقوا القطاع الاكبر المستفيد منها مع الوقت. فلازم يكونوا قادرين على تحمل المسؤوليه، عندهم هويه مصريه اصيله، عندهم انتماء كبير للوطن اللي دايما بيبقى هدفه ورهانه على الطفل. عظيم. طيب استاذ سماح، اللي حصل امبارح من استقبال سياده الرئيس لحضرتك بيؤكد بان الدوله مهتمه بكل صاحب فكر يهتم بالطفل وببناء الانسان منذ الطفوله. عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن مدار في هذه الجلسه بين حضرتك وسياده الرئيس بحضور وزيره الثقافه، وايه اللي طلبوا منك كمان سياده الرئيس؟ والله انا كنت سعيده جدا ان فخامه الرئيس متابع للاعمال ومتابع للكتابات، وكان اخرها مشروعي بقصه حياه وكريمه اللي هي عن مبادره حياه كريمه، بس مقدمه من خلال قصه فتاتين، فتاه اسمها حياه وفتاه اسمها كريمه. وده كان يعني الطرح اللي انا اردت بيه انه اوصل اهداف المبادره من خلال حكايه شيقه ومغامره لفتاتين كل واحده منهم بتحمل شق من اسم المبادره. قدرنا ان احنا من خلال القصه نبرز معالم محافظة أسوان الجميلة ونشوف التطورات اللي حصلت فيها من خلال المبادرة. فكلامنا أمس كان على أنه نستثمر الإنجازات اللي بتتم على أرض الوطن من خلال أعمال تقدم للأطفال، يعني تخليهم مرتبطين أكتر بمصر وبالإنجازات اللي بتحصل، يحسوا أنهم جزء فاعل فيها، بل على العكس نحاول أن احنا ندمجهم في ده، يبقوا فاعلين من خلال مبادرات صغيرة ممكن هم كمان يقوموا بيها تعزز دورهم وتحسسهم أن هم كيان موجود الوطن بيعتمد عليهم. فإن شاء الله بإذن الله في المستقبل القريب أو في الأيام إن شاء الله المقبلة هيبقى في تعاون مع أستاذة الدكتورة إيناس عبد الدام وزير الثقافة في فعاليات كمان لصالح الأطفال في الأقاليم. لازم يعني كل الأطفال اللي على أرض الوطن يحسوا بأن هم الوطن بيحتضنهم بيحصنهم كمان. من دلوقتي الأطفال بقت في عالم التكنولوجيا محاطة بالسوشيال ميديا، بتقرأ أخبار، بتشوف فيديوهات، بعضها بيبقى ليه توجه معين، يعني ممكن أطفال تتأثر بيه ما يبقاش في صالحها. فإحنا واجبنا دلوقتي إن إحنا نقدم أعمال للأطفال ترسخ الهوية وتخليهم مهما واجهتهم من أخبار أو من فيديوهات بيشوفوها يبقوا هم عندهم قناعة إيه اللي صدقوه إيه اللي ما صدقوهوش. فده صحيح. مهمتنا إحنا. طيب سيادة الرئيس بيتكلم عن بناء استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال، إزاي هيتم تطبيق ده؟ هيتم التطبيق ده من خلال فعاليات كتيرة جدا، أولا من خلال مبادرات هتقدم للطفل بشكل مباشر، من خلال أعمال درامية، أعمال كرتون، بتقدم قصص، بتقدم حاجات الطفل هيلاقي نفسه فيها، هينغمس شيئا فشيئا في حاجات خاصة بينا إحنا، ما يتجهش يبقى كل اتجاهه للأعمال المدبلجة اللي حتى اللهجة فيها مش لهجتنا المصرية الأصيلة الجميلة. ما بقتش الأطفال وقت بتتكلم زينا مصري كده، بتتكلم بلغة أخرى إن كانت صحيح لغة عربية ولكن مش بلهجتنا إحنا. فكل ده مجتمع هيبقى استراتيجية متكاملة، فعاليات مع الأطفال، أعمال بتقدم ليهم، مبادرات هتبقى على هامش الفعاليات دي، هتخلي الأطفال شيئا فشيئا هيبقوا كلهم خلاص وحدة واحدة، كيان واحد على أرض مصر، بنربطهم ببعض في جميع محافظات مصر المختلفة، إنه كلنا واحد.
وكلنا بنكمل بعض. عظيم. طيب أدب الطفل مهم جدا، مهم في إن أنا أوصل المعلومة لطفل عشان أخرج طفل واعي، ولكن المعلومة تصل ليه بشكل يناسب سنه. زمان كان بعض كتاب أدب الطفل أو بعض الناس بتعتمد على السطحية بعض الشيء في الوصول للطفل، لكن دلوقتي الوضع اختلف لأنه الطفل ذكي، والطفل دلوقتي بقى فاهم وعارف كل حاجة، ففكرة إن أنا أتعامل مع الطفل بسطحية أمر غير مقبول، فلازم نصل إلى الطفل بعمق شوية. فهل بنراعي الكلام ده في كتاباتنا؟ أكيد طبعا، وإلا هقول لحضرتك حاجة، وإلا ما كانتش القصص دي تصل للطفل وتنال إعجابه ويتفاعل معاها. يعني قصة أقول لحضرتك قصة حياة وكريمة تحديدا مثلا، ولو أنها حديثة الإصدار، يعني كانت في معرض القاهرة اللي فات في يناير الماضي، على هامش القصة دي أنه أطفال فعلا قروها. بعض المدارس في محافظات مصر تحديدا في محافظة اسكندرية، بعض الأطفال في مدرسة تفاعلوا مع القصة وما حسوش انها بتقدم لهم توجيه مباشر، ولكن هم من نفسهم بداوا يشاركوا في المبادره من خلال ان هم راحوا مناطق في اسكندريه شايفين انها محتاجه لدعم، وبداوا بجهود ذاتيه جدا يساهموا انهم يدعموا الاطفال اللي هناك، وعملوا قافله طبيه بمجهودهم الشخصي، ويقدروا ان هم يقدموا حاجه. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان لقوا قصه يعني فيها طرح مختلف من خلال أحداث تسللت أهداف المبادرة بشكل غير مباشر وبشكل غير وعظي، فحسوا أن هم ممكن هم كمان يعملوا حاجة زي بطلة القصة ما هتعمل، هم كمان يعملوا زيها. فده مهم جدا. يعني قصة قناة لا تعرف المحال، أنا بتكلم حاجة تحديدا على القصص الأخيرة اللي تناولت إنجازات تمت بالفعل على أرض الوطن. قصة قناة لا تعرف المحال اللي استعرضت ملحمة السفينة إيفر جيفن اللي شغلت العالم كله، على هامشها صدرت او يعني اقيمت مسابقات لكتابه القصه للاطفال، منها مسابقه هنا في هيئه قناه السويس انا شرفت اني شاركت فيها واشرفت عليها مع مدارس الهيئه في جميع محافظات القناه. كتبوا الاطفال 58 قصه، وكانت المسابقه بعنوان القناه في عيونهم. وتم كانوا شايفينها ازاي بقى؟ عملت ورشه الاول مع الاطفال ازاي بنكتب القصه. وبعدين حكينا اللي حصل بالظبط في الست ايام، وقلت للاطفال اكتبوا انتوا بطريقتكم، ولو انتوا بتكتبوا قصه عن موضوع السفينه هتكتبوها ازاي. بدات الاطفال تتفاعل وتكتب، وكانوا الحقيقه وصلني 58 قصه، الحقيقه كلهم احلى من بعض. كم الانتماء وكم الوطنيه وكم استاذه سماح الاعمار اللي بتتفاعل مع حضرتك في قصص يعني كبيره شويه، يمكن يعني ما هياش قصه برضو سهله عليهم انهم يفهموها. في قصه زي سفينه ايفر جيفن كان ايه هو متوسط اعمار الاطفال اللي بيشاركوا وبيكتبوا افكارهم عن كده؟ والله كانت في المرحله الابتدائيه استاذه هدمش، يعني في المرحله الابتدائيه هم اللي شاركوا، وانا فوجئت بالتفاعل الجميل. وعايز اقول لحضرتك انه كمان في منهج اللغه العربيه وزاره التربيه والتعليم عندنا انا شاركت في كتاب القيم واحترام الاخر بقصه عن السفينه ايفر جيفن، ولكن مش هي نفس القصه اللي صدرت مع الهيئه المصريه العامه للكتاب. قصة مختلفة برضو عن نفس الموضوع، وفي كتاب اللغة العربية مسرحية برضو عن نفس الموضوع. فإذا ممكن نقدم أي حاجة للأطفال حتى في كتب الدراسية، ولكن المهم الطرح هيتم إزاي، ما يبقاش بشكل مباشر أبدا، ولا بشكل فيه توجيه ولا بشكل تقريري، لأن الطفل بينصرف تماما عن أسلوب الطرح المباشر في التوجيه وفي القصص وفي أي حاجة بتقدم له. طيب استاذ سماح، حضرتك ضيفه عزيزه على قلوبنا دايما في صباح الخير يا مصر، سواء في الاستوديو او من خلال المداخلات الهاتفيه، وفي كل مره يا فندم بيكون عندك جديد. سعيد احنا اللي بنتشرف طبعا بوجود حضرتك، فاحنا عايزين نعرف ايه الجديد اللي عند حضرتك اللي شغال عليه دلوقتي بالنسبه للمشاريع اللي هتقدم للاطفال خلال الفتره اللي جايه. والله الجديد فعلا ان انا دلوقتي يعني ببدا احضر الاجتماعات مع الدكتوره ايناس عبد الدايم ومعالي وزيره الهجره الدكتوره نبيله مكرم، عشان فعاليات بقى هتقام مع اطفال مصريين في الخارج برضو على هامش مبادره حياه كريمه، وهنبدا نشوف هنعمل ايه المشروعات اللي هنبدا نقدمها لاطفالنا بقى في الريف وفي المناطق الحدوديه في سيناء، لانه انا بتشرف ان انا شاركت في فعاليات حياه كريمه بالفعل مع الاطفال. فالفتره الجايه هننزل القرى، هننزل المناطق الحدوديه، شاركت في 4 قرى في سيناء فعاليات حكي مع الاطفال ومناقشات وحاجات يعني مواضيع كثيره فتحناها مع الاطفال، هتستكمل ان شاء الله لحد ما نغطي كل محافظات الجمهوريه بشكل عملي
لقاءات مع الأطفال، وبشكل مبادرات هتقام الأطفال نفسهم بقى في كل المحافظات هيشاركوا فيها مع بعض. صحيح الكاتبة سماحة أبو بكر عزت المتخصصة في مجال أدب الطفل، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة.